مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي الكريم، اهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من حصتكم الخاصه بكاس امم افريقيا، حصه معاكيه الخضراء التي ستخصص عدد اليوم للحديث عن حصيله المنتخب الجزائري ببطوله الامم الافريقيه التي ودع بمسابقتها من الدور ربع النهائي. وللتحليل والنقاش نسعد اليوم باستضافه المدرب السابق لفرق نصر حسين داي شبيبه القبائل ومولوديه الجزائر الشيخ فريد زميتي، مرحبا بك معنا. مساء الخير وشكرا على الاستضافه. ونشكرك ايضا على حضورك معنا وتلبيتك الدعوه ايضا. وسيرافقني في تقديم الحصه الزميل يونس ميراسي. شكرا زميلي عبد السلام، وتحيه كل متتبعين قناه الوطن والجمهور الرياضي بالاخص. اذا مشاهدينا، من دون اطاله نتابع هذا التقرير للزميل عادل فداد الذي يحكي قصه مشاركه المنتخب الجزائري عقب خسارته مباراه الدور ربع النهائي امام منتخب كوت ديفوار. نتابع ثم نعود. وداعا كأس أمم إفريقيا، وداعا لحلم راود عشاق الخضر لأكثر من 25 عاما. بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها المنتخب الوطني عشية أمس أمام ناظره الإيفواري، بداية اللقاء كانت قوية للمنتخب الوطني الذي كاد أن يفتتح باب التسجيل عن طريق المهاجم السوداني في الدقيقة 9 من اللقاء بعد توغل محكم من الفنان ياسين إبراهيمي. رد الإيفواريين كان مخيفا عبر لقطة رجفت لها قلوب الجماهير الجزائرية من المدافع سيرجيو أوري في الدقيقة 23 من اللقاء. الإيفواريون واصلوا ضغطهم، وبعد مرور 3 دقائق تمكن ويلفريد بوني من فتح باب التسجيل مانحا التقدم لمنتخب الفيلة. في المرحلة الثانية من اللقاء شهدت دخولا قويا لرفقاء السودان الذي تمكن من تعديل النتيجة بعد مرور 6 دقائق، معيدا بذلك المباراة إلى نقطة الصفر. رغبة محارب الصحراء في إنهاء اللقاء لصالحهم كانت كبيرة، ففي الدقيقة 66 كاد السودان أن يمنح التقدم للخضر لولا براعة الحارس الإيفواري سيلفان كبوهو. وفي الدقيقة 68 تمكن المهاجم الخطير ويلفريد بوني من منح التقدم للمنتخب الإيفواري عبر رأسية جميلة خادع بها الدفاع الجزائري ومعه الحارس رايس وهاب بنبلي. قبل أن يقتل جيرفينيو المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 94، منهيا بذلك حلم المنتخب الجزائري بالتتويج باللقب القاري بعد أن كان المرشح الأول قبل بداية هذه الدورة. إذن كما تابعنا في هذا التقرير، خسارة مؤلمة ودعا على إثرها سيد زميتي المنتخب الوطني المسابقة كأس أمم أفريقيا من الدور الثاني، كيف تابعت هذه البطولة وما تقييمك لها؟ أنا نظن باللي المقابلة الأخيرة تاع مع ضد كوت ديفوار، نظن باللي صراحة ضد منتخب إنسان لازم يعترف منتخب قوي مرشح أيضا للتتويج وبلاعبين ذو مستوى عالي، لازم واحد يعترف هذه يعني. نظن باللي مقابلة حدتها نظن باللي بدينا عشان الدقيقة الأولى الصراحة كنا في مركزين مليح، وكان اللعب باين باللي جدنا سيطرنا على المباراة في البداية بالفعل، ولكن كانت السيطرة هذيك ما كانتش عندها الفاعلية. هذه هو كما احنا نقولوا في لي مومون فور تاع الفريق ما استغليناهمش. نظن باللي بعد 25 دقيقة سجل علينا هدف، نظن الهدف هذاك شويه ما اللاعبين يزافي هذاك لو مونتار سادير، ولاو في المقابله شفنا بلي بعد الهدف اللي سجل عليهم ولاو في المقابله ولعبوا في ظل في بدايه الشوط الثاني. التعادل جا في وقته، نظن بعد التعادل انا رايي الشخصي بعد التعادل انا كنت قلت كنا في وقت بعد التعادل كانوا اللاعبين كان يفالي فيرمي الجو، سادير كانت لازم نغلقوا اللعب لان كنا كانت المساحات كبار للوسبو خاصه امام لاعبين يقدروا سريعين جدا، خاصه جيرفينيو اللي كان يروح كل كان عنده مساحات كبار، البوني ماكس غرادال. احنا نشوفوا صح كنا حبينا في بعد التعادل حبينا نسجلوا هدف ثاني، ولكن مع فريق كيما هذا لازم تقرا الحسابات تاعك كيما لازم الحال، اكيد لازم تسير المباراه دقيقه بدقيقه. بالفعل هذه اكيد، ولكن بنظن باللي بعد التعادل تاعنا حبينا نسجلوا الهدف الثاني، ولكن كنا خلينا مساحات كبار من المساحات مع جيرفينو ولا مع بوني ولا مع اللاعب اللي صراحه
بالك ما بانش في 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 في, في المباراه هذه بصح يدير خدمه كبيره. سريدي ممكن؟ لا لا سي سي يا توري. يا توري يا توري مستوى عالي، كيفاش يسير المقابله، كيفاش يغلق اللاعب، كيفاش نظن باللي تحس الخبره تاع الفريق تاع كوت ديفوار. اكيد هو يعني منتخب يعني يمتلك لاعبين يشاركون على طول يعني في بطولات اوروبيه كبيره، وشاركوا في بطولات افريقيه عديده على عكس ممكن لاعبي المنتخب الوطني. لا عندنا صح، عندنا فريق وطني اللي راهو راهو حنايا كما نقولوا راهو جاي صح، عندهم لاعبين اللي ما تكوين ماهوش تكوين، ولكن لاعبين اللي عندهم مستقبل صراحه. لازم واحد هذه يقولها، لان لاعبين اللي يلعبوا في فرق في مستوى عالي ابراهيمي ولا، ولكن كانت كما قلت لك التسيير تاع المقابله من المدرب ومن اللاعبين، ماهوش من المدرب من اللاعبين من اللاعبين، لان كي تكون نتايا في عندك فريق مقابلك هو كوت ديفوار لازم تحسن استغلال كل فرص دفاع المنتخب للهجوم. بعدين يعني مخالفه للمنتخب الايفواري، بوني اضاف الهدف الثاني. يعني من دون يعني شاهدنا 7 أو 8 مدافعين جزائريين امام 3 أو 4 مهاجمين ايفواريين، بوني اقتنص الكره. السؤال مطروح، اين كان دفاع المنتخب الجزائري؟ لا قبل ما يكون صح كما كتقول انت، الدفاع كانت الخدمه تاعو ما دارها صراحه، لان وسجل الهدف ولا لازم نجمو نشوفوا الهدف تاع بونيس الهدف الثاني موش بعيد شويه على القائم الاول تاع 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 الحمولحي، يضرب هكذا يدور في انديفيرسون تاع البالون يدخل الكره. شاهدناه هو كان يعني مراقب من قبل الغلام، بعدها خرج من الرقبه، هرب من الرقبه وضرب الكره، يعني سبق المدافع مجاني في اللقطه. هادو اللاعبين اللي عندهم صراحه اكيد لاعبين يصنعوا الفارق، يعني فارق قيمته لاعب قيمته 50 مليون بالفرق. الشيخ انا عندي سؤال لك، هل انا حسب اعتقادي الشخصي تضيع فرصه السوداني كانت هي من عرج اللقاء؟ ما في مقابلات هذه ما تنجمش تقولها صح، كانت يعطينا كانت تعطي ممكن منعرج اخر، اكيد منعرج اخر كانت تعطينا كما نقولوا احنا كونفيونس، كانت تعطينا الثقه في بعد الهدف تسجل الهدف الثاني مع ثالث مع هدف كان سيكون الهدف الثالث لو سجل هذيك الكره. هدف ثاني ثالث بالفعل الهدف الثاني ونكونوا متفوقين في النتيجه. لا متفوقين في النتيجه، ولكن صراحه السوداني تما موش سوداني، اللي الحارس كان في كيما نقولوا احنا في المستوى. نظن هذيك حنايا كيما نقولوا انا راتي اون اوكازيون تاع سوداني، ولكن يعني نقول بعد التعادل ما حسناش كيفاش نتعاملوا مع المقابله بعد التعادل تاع الفريق الجزائري. وهو كذلك إذا خيبة كبيرة عاشها الجمهور الجزائري بعد إقصاء المنتخب من الدور الثاني رغم بعد الطموحات التي كانت معلقة على هذا المنتخب. نتابع التقرير التالي للزميل زكريا بن هباج ثم نعود. تمنيناها هكذا لكنها للأسف جاءت بهذه الطريقة، تمنيناها فرحة يزينها الانتصار لكنها فاحت حزنا وهزيمة للأسف حلت الخيبة واستوطن الانكسار. الحال واحد والأسباب عديدة، الثمن أوحد والأخطاء كثيرة، لكن من يتحمل كل هذا؟ أمسؤولا أخفق في تعيين خليفة قادر على مواصلة البناء؟ أخطأ هذه المرة في التقدير؟ أم مدربا لم يتحكم في المجموعة؟ لم يقدر على التسيير؟ أهم لاعبون خيبوا آمالا كانت عليهم معقودة؟ أم هو إعلام مارس هوايته المفضلة فارتدى زي عدسة تكبير؟ إعلام يجعل من العادي خارقاً في حال الفرج ثم ينقلب بعد حلول الشدة، لا لسبب سوى أنه لا يتقن فناً اسمه النقد، لا يعرف مبادئه التي بنيت على المنطق، بنيت على التمسك بالآراء حال الشدة وحال الرخاء. عندما نملك منتخباً قوياً يظهر ذلك في إنصاف بعد انهيار، وعندما يكون منتخبنا متوسطاً يتجسد ذلك في انتقاد حتى بعد انتصار. لذلك فما قيل بعد مباراية جنوب أفريقيا غانا والسنغال حتى بعد العبور يتكرر اليوم. مدربنا خالف عرفاً يبني التغييرات على حال المباراة أطوارها ومجرياتها، فلا يجرى دائماً نفس التغيير، لا تتساوى مباراة نتيجتها تشير لتأخر وأخرى لتقدم تشير، لا يتساوى وضع لاعب حال الانهزام وحال الفوز. ليس سيان أن يدخل لاعب ومنتخبه منتصر أو يقحم ورفاقه منهزمون، ليس نفسه اللاعب الذي يزج به للتعديل
والذي يدفع به للحفاظ على المكاسب؟ ثم ما فائدة مصطلح يسمى تغيير الخطة أثناء اللقاء استناداً لمجريات ذاك اللقاء لتغيرات تطرأ على اللقاء؟ إن كان رأس الحربة معزولاً يعود من أجل الكرة مراراً إلى الوراء، ألا يعني هذا أن التنشيط غائب؟ ألا يشير هذا أن من أوكلت له مهمة صناعة اللعب لا يوصل الكرة للمهاجم؟ إذن كيف يتم الإبقاء على من اعتاد على الرواق الأيسر صانعاً للعب؟ والأكثر من ذلك، كيف يستبدل رأس حربة للزج بآخر ثم يعوض الجناح الأيسر برأس حربة آخر ولا زال صانع اللعب الذي لم يصنع اللعب على أرضية الميدان؟ الخطة التي تبنى على لاعب مقيد مهدومة، لأن المفتاح إذا لم يفتح لك باباً أوصد في وجهك باقي الأبواب. الدفاع وسط الميدان، والهجوم خطوط لها إيجابيات مثلما تشوبها سلبيات، لكن الأكثر سلبية عدم استغلال نقاط القوة، فإن ساء التوظيف سكن الضعف أعماق قوتك. فيبرز سؤال محير: من يكتشف نقاط القوة ويستغلها؟ فيجيبه سؤال أكثر إثارة للحيرة: هو من يشاهد نقاط الضعف ويواصل التركيز عليها. أهي مسؤولية أعلى قمة في هرم الاتحاد؟ أم أنها مسؤولية الذي اختار اللاعبين؟ أم أن الخلل يكمن في هؤلاء اللاعبين؟ الإجابة يعرفها الجميع، مثلما حفظ الجميع عن ظهر قلب: ربحنا منتخباً شاباً له مستقبل زاهر. جملة يجدر أن تقال بعد مباريات مالاوي، إثيوبيا ومالي حتى لا تعقد آمال بعيدة. نعم، هو منتخب شاب له مستقبل، لكنه لم يتشكل في دورة غينيا الاستوائية، وذاته الذي ربحناه في دورة جنوب أفريقيا، فأدى جيداً في المونديال، وانتظرنا أن يقدم أحسن في كان، شهد غياب نيجيريا، مصر والمغرب. بعد كل هذا، نترقب دورة على أراضينا، علنا نربح منافسينا، فنتوج باللقب، لأننا ربحنا أنفسنا مرات عديدة. إذن مثلما تكلم الزمير زكريا بن هباج، راح نبدأ من أين انتهى؟ من يتحمل المسؤولية سيد زميتي في رأيك أنت؟ الجميع. هذه إقصاء تاع موش مدرب وحده ولا لاعبين وحدهم ولا رئيس وحده، كاع الناس هي في البداية، في بداية قبل بداية المشوار تاع التصفيات. بعد التصفيات نظن باللي المدرب كان عنده كهدف هو نصف نهائي ولا نهائي، نظن باللي ما لحقش الهدف تاعو، نظن بالإخفاء تاع الجميع هذا ما كان. نعودوا يعني بالتفصيل للتقرير واش تكلم في البدايه، ممكن قال انه هناك يعني خطا في تعيين جول كيف خليفه ممكن لحال لوزيتش، هل ترى انه هناك يعني خطا في تعيين جول كيف؟ خطا ما اظنش، لان جول كيف موش ما بداش الكرة القدم البارح ولا، يعني كان عنده خبرة وصراحة عنده مستوى، نظن باللي موش المشكل في المدرب. لكن شيخ، مدرب يحضر في نادي ولا يحضر ناخب منتخب وطني ماهوش نفس الشيء، وقول كيف على بالنا باللي هي أول تجربة له مع منتخب وطني، يعني عنده أيضا نقص تجربة، وإفريقيا ما يعرفش أتغاضى إفريقيا أيضا. يونس أنا كما يقولوا نشاطرك، ولكن كيفاش في التصفيات يربح 5 مقابلات؟ قلنا كاع باللي مدرب احسن مدرب، ما قلناهاش اكيد. تكلم الكثير وقال انه احسن مدرب، 5 4 مقابلات، والاربع مقابلات وفازت عليها هكذا تصفيات. لكن مع الدوره هذه ما كانش نفس الشيء، كان ربما شفنا المنتخب الوطني كيدخل في الدوره كنقارنوا بين مباراه جنوب افريقيا ومباراه كوت ديفوار، نلقاو ان يعني المنتخب الوطني كان في منحنى تصاعدي، يعني ما دخلش في الدوره كما يلزم الحال، كان انهيار بدني، يعني ما لقيناش لاعب المنتخب الوطني. هذا لواش راجع للتحضير. التحضير يعني نعرفوا مناخ غينيا الاستوائيه، وحنا حضرنا هنا في الجزائر، في المقابل تشوف منتخب مثل كوت ديفوار جرى التحضيرات تاعو في الغابون اللي عندها نفس المناخ مع غينيا يعني الاستوائيه، يعني هي جاره لغينيا الاستوائيه. لا نظن باللي يونس لازم الانسان يولي شويه لورا، كنت تعلم باللي الكاس الفرقه راح يتلعب في غينيا الاستوائيه، انت كيفاش راح دير البرنامج تاعك؟ راح دير
رحت هو هما يحسبوا لان كان الاسترجاع راه مهم عند الفريق، واللاعبين كل اللاعبين هادو كانت بعد النهار الى اغلبهم محترفين ويعني دخولهم نعم كان متاخر نوعا ما. بارك الله فيك، كان متاخر جيجا، كان اللاعبين اللي جاوا 3 ايام 4 ايام بعد الـ بعد الـ مش جمعهم في جول كيف في سيدي موسى. نظن باللي هذا كون كانت في المغرب انا نظن ما كانش حيكون المشكل هذا المشكل. واللعب في تونس، انا ماوش المقابله تاع تونس هي اللي المقابله تاع تونس كانت لازم الفريق هذا يكون عنده لي زوتوماتيز، هو المشكل هو في الاوتوماتيز، لان كانوا لعبوا يونس كانوا يلعبوا الناس تقول باللي ما راحوش افريقيا وحضروا، كانوا يلعبوا لهم تصفيات في افريقيا وين لعبوهم؟ لعبوهم كاع في بليده. لكن شيخ انا واش حبيت نقول لك، انت كمدرب لو كنت مكان غوركيف هل كنت ستتنقل الى غينيا الاستوائيه 3 ايام قبل بدايه الدوره؟ شوف كاين زوج حوايج في النهار يكون الارتيتود ولا كيما نقولوا ولا كاين المناخ الاستوائي المناخ ولا كان وعندك تروح يوم قبل المقابله، عندك مقابله غدوه تروح اليوم باش ما يكانش لي في تاع تاع المناخ تما، ولا تروح اسبوع عندك تعود باش الاورغانيزم يتعود. يعني هنا راك تشاطرني الراي، راح 3 ايام قبل. نعم واش انا نقول لك، ماوش نقول لك احنا لعبوا في 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 قبل في التصفيات ما كانش عندهم، لان كانت مقابله وتولي وتولي راك فاهم، دوكا يروح اسبوع كانت المشكل تاع اللاعبين ما جاوش كاع، كانوا متاخرين شويه داروا تحضير شغالين مع مرتبطين مع نوادي. المشكل تما يونس، المشكل بدينا كانت عندنا قبل كان عندنا مجموعه قويه، واحد لازم يعترف مجموعه قويه، بدينا كيما نقول احنا ديفيسيلمون مع لافريك دو سود والحمد لله ربحنا. ومن بعد كانت المقابله ثانيه امام غانا، تاع غانا يونس الدقيقة الأخيرة هذيك نفس الخطأ نفس الأخطاء اللي خسرنا بها. ممكن تكلمت أنت عن التوظيف يعني وغلق اللعب، هذا الشيء ما شاهدناش. منتخب فاز في مباراته الأولى أمام منتخب غاني يبحث عن 3 نقاط، لماذا نغامر باللعب إلى الأمام حتى نتلقى هدف كان ممكن يخلينا نروحوا في المرتبة الأولى؟ كيفاش تسجل الهدف الثالث؟ يعني الهدف تاع غانا كرة في العمق، يعني كانت كرة في العمق كرة طويلة، لا تبحرت قبل كرة في الـ في, الـ في وسط الميدان، يعني كرة هي كما قال لك عبد السلام آخر الدقائق الأخيرة لاعبين اللي عندهم مستوى يسيروا المقابلة كما دقيقة تسيرها، او مش مدرب يحكي ولا يزقي ولا انت يعني ما كناش مطالبين على التحقيق، لسنا مجبرين على تحقيق 3 نقاط، كنا نقدر نكتفي بالنقطة. انا نظن باللي ومن تم يونس من تم مر الهزيمة تاع غانا تبدلت المعطيات. علاش تبدلت المعطيات؟ انا نظل في ذهن المدرب جول كيف كان يقول لك كون ندير نتيجة مع غانا راح نخلي اللاعبين يرتاحوا، خلي 3 ولا 4 كانت هذه حسابات بارك الله، كان يخلي 3 ولا 4 ولا 5 يرتاح لانه على الاقل حيضمن تاهل استرجاع، يضمنوا الاسترجاع. بارك الله فيك، تنهزم في الدقيقه الاخيره وعندك يونس مقابله السنغال متصدر كما يقولوا اوسا باس اوسا كاس، ما عندكش الاختيار، ما عندكش الاختيار، لازم المباراه دير كمدرب تبدل ما تبدلش تبدل، عندك لاعبين ما لعبوش ما عندهمش طون جو في الجوم تبدل ما تبدلش، لاعبين تعبانين اللي خلاو الانرجي كما نقولوا مباراة غانا ويعني بعدها في مباراة السنغال ايضا السنغال، ومن بعد جاتهم كوت ديفوار. هادو عندهم تاثير يونس، تاثير كبير، لانه هو ما تقوليش بلي ما كانش ما حبش يبدل اللاعبين، هذا ما كانش منها. نجيو الى مشكل ممكن ايضا توظيف اللاعبين، انت اخترت لما تختار كمدرب يعني لما تختار 23 لاعب اكيد انت اخترتهم لانك تضع ثقتك الكامله فيهم واكيد انك راح تشركهم. احنا شاهدنا اشرك ممكن 17 لاعب، لاعبين تغيروا الا في وسط الميدان والدفاع اضطراريا فقط بعد اصابه حليش، لكن على المستوى الهجومي لم يكن هناك تغيير، وربما ما كانش راح يكون هناك تغيير لو لم يصب اللاعب سليماني. لا بالفعل هي كان لازم تغيير صراحه، كان لازم كما احنا نقولوا الصنف صدر اعطاء نفس اللي تعطي نفس جديد. لهذا كان اللاعبين اللي كانوا قادرين يزيدوا يعطوا احسن من اللي مفغولين صراحه نقولوها مفغولي ولا محرز ولا ابراهيمي جابوا مثلا جابوا كان سوداني كان يجي يدخل قبل هادو صدير هادي دوك اختيار تاع مدرب، وهذا مدرب ماوش ما بداش البارح الكره، ولكن
الحقيقة احنا الفريق الوطني الاقصى من الفريق كبير، لازم واحد يعترف فريق كبير، لاعبين كبار اللي يديروا الفرق في اي لحظه. لكن كنا قادرين، الا تعتقد ان كنا قادرين نروحوا ابعد من هذا خاصه حتى وان لعبنا امام منتخب ايفوار؟ والله غير لازم تكون عندها اكثر خبره، اكثر خبره، اكثر لاعبين، لاعبين اللي عندهم مهارات لي زيكسبو انديفيديوال في وقت اللي ما تكونش تسنى يخرج لك اللاعب، لان مجموعه صح سي تان جو كوليكتيف، مي لازم يكون واحد ولا زوج يصنع الفارق، يصنع الفارق في يعني اي لحظه. وهو الشيء اللي شاهدناه ممكن غايب ايضا يونس، يعني لاعبين مثل يعني جابوا ممكن يصنعوا الفارق، متعودين على افريقيا اكثر، رفقه يعني سوداني، شاهدناهم غايبين، يتم دائما الاعتماد جابوا على نفس يعني العناصر. دوك على جابو عندنا موضوع واحد اخر سنتحدث على جابو، لكن نحب نسال الشيخ، انا شخصيا شفت فرق مع بين غوركوف وعلي لوزيتش، يعني مع علي لوزيتش اللاعبين كانوا يتمتعوا بحراره زائده، هذا اللي راهو غايب شفناه مع غوركوف. واش رايك شيخ؟ والله الحراره ما ظنيش، لان كانوا ما يخفى لكش اخ يونس اللي كان الفريق كان قبل بدايه الدوره كان متحمس، يعني حتى لا ماهوش متحمس صح، وكان هما يقولوا فافوري دخل يعني دخل فائز بالدوره حتى قبل لا لان هادو لاعبين محترفين ويعرفوا ماشي يربح المقابله بالهضره ولا حاجه واحده اخرى، لانه المقابله تلعب على الورق وانما على الميدان. نظن باللي كانوا داروا عليهم ضغط كبير صراحه، وهاد اللاعبين هادو ما ينجموش يحملوا الضغط هذا، لازم الانسان يعترف. ما تنساش الاخ يونس باللي اللاعبين هادو راحوا في الثمن النهائي في كاس العالم، ويتم فينال في كوب دي موند، هو نفس ممكن نفس التشكيل، يعني 90 او 99% من اللاعبين اللي كانوا حاضرين هما نفسهم اللي لعبوا كاس افريقيا، وزيد في الترتيب تاع فيفا في الاول افريقيا احسن فريق في افريقيا. واش كيفاش تروح انت؟ تروح باش قال احنا نروح بريبيتو نروح ولا دوزيام تو نروح، ما عندك غير الا تقول لازم نروحوا فينال، لازم. ولكن اللاعبين هادو شفناهم نهاروا بعد الهدف الثاني تاع مع تاع كوديفور، نهاروا معنويا، نهاروا باللي الضغط كبير على الفريق هذا، وصراحه وعندهم شبان اللي ما يحملوش هذا الضغط هذا، ولا شت بوقرا الناس. كنا نتمناو نعاودوا سيناريو 2010 كي تلقينا الهدف الثاني. لا ولكن يقال انه ولكن لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. الشيخ انا واش شفت الفرق، شفنا مثلا في مباراة كوريا علي لوزيتش فائز بثلاثة لكن ما قعدش ولا قاعد كما نقولوا يموتيفي في لي جوار تاعو، عكس مع غوركوف من هازمين لكن اللاعب يعني قادوا اللاعبين قادوا ببرودة وكأنهم ماشي من هازمين. التغييرات لم نشاهد ممكن تغييرات أيضا شيخ؟ لا في التغيير صح، بصح في البرودة هذه ما نظنش باللي لازم واش لازم كما احنا كما نقولوا يسقي هذه تعود للاعبين اكثر. لا حتى انه اللاعب حتى المدرب يدخل ارضيه الميدان هو اللي يسجل الاهداف. شوف كي يكون عندك هدف وتكون نتايا محترف في اوروبا ما كاش هذا، تحتاج تحفيز من ربما المدرب. العمل هذا العمل البسيكولوجي كان مختلف. لا بالفعل هو مختلف هذا غوركوف، هو زيد غوركوف ما عندوش الخبرات تاع افريقيا، لازم واحد يعترف مدرب غير متعود على غير متعود على هاد الدورات هادو تاع افريقيا، في الرحله تما راح المقابله الاولى وين شاف المناس هذه الكليما كان صعيب بزاف. شفت باش ولينا في المقابله قريب رحنا انهزمنا في المقابله الاولى، رب العالمين لاعبين كانوا عندهم هذيك الاراده والعزيمه باش ولاو في المقابله، ولاو رابحين ثلاثه مقابل واحد. لو ما كانش حراره ما كناش نولوا ايضا. ومع السنغال بلي نظلم ما تنساش يونس بلي ضد السنغال كان ضد فريق عنيد، فريق ايضا كان من المرشحين لولا خاصه بدنيا سي دي جوار على بالك اكثر من 1.95 متر. احنا فزنا بهم، نظن باللي المقابله تاع كوت ديفوار صراحه الفرق في المقابله تاع كوت ديفوار والجزائر هي ليزيكسبر انديفيديوال، اللاعبين اللي عندهم هذيك اللمسه. هل تعتقد ايضا انه ممكن الضغط الاعلامي كان ممارس اكثر دفاعيا؟ ما كناش في المستوى، احنا كنا نتكلموا على الاعلام بعض الاحيان شيخ، يعني كي نتكلموا الاعلام كي يتكلم على جابو علاه ما يعني جابو ما لعبش في هذا الكاس، ما دخلش يعني ما دخلش ولو كبديل، يعني
احنا نتحدث وليس جديد يعني عندما تسأل عندما تسأل الناخب الوطني لماذا لم تشرك جابو يجيبك بانه جابو لا يدخل في الخطه التقنيه تانية. يعني لا تستدعي لاعب ما يدخل في الخطه التقنيه. صراحه انا قريت هذه اخ يونس قريتها في الجرائد صراحه امبارح يعني ما هذا مش هذا مش صريح صراحه مش اللاعب هذا يقول لك اللاعب انسان ظريف وعاقل ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش معلقه مع كره القدم مع كره القدم. اللاعب هذا كما قلت ترى هو في 23 في اللاعبين احسن لاعبين في المنتخب الجزائر انا نظل به تما موش تما لان عاقل ولا لا لو تما لان عنده يقدر يمنح الاضافه للمنتخب وينجم هي رساله هي ايضا رساله غير مباشره لانه عندما طالبت وسائل الاعلام لماذا عدم استدعاء نبيل غيلاس يعني الاجابه كانت انه نبيل غيلاس لا يدخل في اساسي كان يدخل اساسي ولكن من بعد ما زال ما يعرفش لكن لماذا يعني لماذا هل يعني هو لاعب فقط يشرك لاراحه لاعبين اخرين لماذا لا يتم يعني وضع الثقه فيه بما انه اكد كما تكلمنا في المونديال لا مش غير جابوه كاين لاعبين الاخرين صراحه كاين لاعب اللي ما استدعاهمش كاع نتحدثوا على غيلاس نتحدثوا عند قديورا ايضا اللي لم يستدعى رغم انه شارك مع فريقه بالفعل شاهدنا وسط الميدان ايضا كان نقطه ضعف يعني في المنتخب كان في خاصة في وسط الميدان خاصة كان عندنا مشكل كبير في وسط الميدان المباراتين بالفعل لما تستدعي لاعب مثل غيلاس لاعب يسجل سجل أمام أكبر أندية الليغا ريال مدريد أتليتيكو مدريد أتليتيك بيلباو يعني أثبت مكانته مع نادي قرطبة خلى نادي بورتو ليلعب المراكز الأولى في البرتغال من أجل المنتخب يعني من أجل أن يبقى رفقة يعني المنتخب بعدها يجد نفسه خارج حسابات تلقى وسائل الإعلام تقول لك أنه لاعب غير منضبط لماذا يتكلم عن الانضباط غير لما المدرب لا يوجه الدعوة للاعبين مثل غيلاس أو يبعد لاعب دائما نعود للقضايا الانضباطية صراحة غيلاس ما نعرفوش مليح يهضروا على الانضباط ما نجموش نعرفوش هذه المشكلة لا ما كان حتى شيء رسمي لكن إذا كان ممكن لاعب الوطني لم يصرح بأي شيء أيوة بخصوص نبيل غيلاس قال لك نبيل غيلاس لا يدخل في المخطط ما في الخطة التكتيكية استاذ يونس يعني لما نتكلم عن عدم الانضباط لأني أنا كلاعب أرغب في تقديم الإضافة إذا أنت لعبت أمام منتخب مالي لعبت بلاعبين بدلاء وغيلاس ما شاركش المباراة أكيد ما عادش يكون راضي إذا أبدا ذوك لاعب يعني عدم رضاه ويقول هذا قلة انضباط يا أخي اسمح لي هذا لا غيلاس كان غيلاس صراحة رانا نشوفه فيه في 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 إسبانيا في إسبانيا رفقة نادي قرطبة راهو يعمل في مقابلات في المستوى ونشوفه يظل لاعب يعني يمتلك قوة بدنية وإلى جانب أيضا يمتلك المهارة يعني ممكن اللي ما عندهاش سليمان يعرف يلعب بالرجل على عكس أيضا بالفوضي اللي شاهدناه ما منحش إضافة المرجوة ممكن من لاعب يعني مهاجم لا صراحة الغياب تاع غيلاس أكثر كثير على الفريق لأن عنده إمكانيات وأنا نشوفه فيه نظن بلي راح ينجم يجيب الإضافة لهذا المنتخب هذا ما كانش حتى في القائمة الاحتياطية لأن نبقاو مع مباراة كوديفوار أيضا كيف شفت تغييرات المدرب يعني لاعب مثل نجيو لرياض محرز يعني في المقابلة الثلاث لم يقنع حتى وإن سجل أمام السنغال إلا أنه لاعب لم يقنع كثيرا لكنه دائما كان يحظى يعني بثقة غوركيف أنا نظن باللي محرز أي هو باين باللي أول مشاركة تاعه في كأس إفريقيا ما كانش شفنا موش محرز اللي نعرفوه في انجلترا واللي نعرفوه كيجي في البوليدا موش محرز نعرفوا امكانياته بالفعل كان عادي هذا شيء عادي انه لاعب ما يكونش فيه وما يقدمش الاضافه نعم كان لاعبين صراحه مثل جابو مثل سوداني مثل لا كان لاعبين اللي كانوا ينجموا يديروا احسن من محرز ونظن باللي باش نولي لك التغيير تاع اللي قلت عليه في الشوط الثاني بين سليماني وال بالفضيل هما اللي سليماني بالفضيل ما كان محرز وسوداني ايوه هادو نظن باللي هذا اختيار صح اختيار باش قال يدير الضغط على المدافعين تاع لانك تخاصل هذاك هو الحل اللي لازم كان دوز اتاكول ولكن كي تدخل بالفضيل انا واش شفت علاش بالفضيل يروح وين يلعب
فهولي يروح راح الجهه اليمنى. يقول الجهه اليمنى واش راح دير في الجهه اليمنى؟ انت دارك المدرب باش تقعد تم مع الديفونسور سي بور جيني ديفونسور اون بلوس باش فتح المجال للزميل سليماني. ايوا الزميل سليماني ولا باش يستناو الكرات العرضيه. ايوا وهو كذلك. اذا عاد كان المنتخب قد عاد بعثه المنتخب قد عادت امس لمطار الجزائر الدولي والزميل يونس منصري كان حاضر وعاد لنا بهذه التصريحات. نو انفا بري سيتي سي او ديجير ان بو لا ديسيبسيون باسكو اون افي فريمون انفي دالي او بو اون افي لي مويان دالي او بو اوسي جو بونس فوالا ابري سي دي كومبيتيسيون كي تري ديفيسيل يي با اي فوالا كي اون ا يو. Je pense qu'il y a un concours de circonstances très, très défavorable. Ça a commencé en Tunisie déjà avec l'expulsion de Kadamouro. C'est des deux matchs à Mongomo qui vraiment étaient nous placés dans des conditions très difficiles. Donc je pense que si la CAN avait eu lieu au Maroc, effectivement, on aurait été dans des. Ça aurait été beaucoup plus propice à notre jeu et on aurait été dans une position plus favorable. Voilà, c'est comme ça. Bon. Mon avenir, bah, il faut demander au président de la fédération. والله الحمد لله رب العالمين. نظن باش نقيم الاداء يعني اليوم ما نقدرش لازم شويه وقت، ولكن على العموم نظن باللي المنتخب ادى اولا تصفيات في المستوى وين كان خدم خمس انتصارات على سته في الدوره هذه. نظن دخل كما يقول بهدوء ولكن خلص الدوره بقوه، خاصه المباراه اللي كانت امام كوت ديفوار. نظن في المستقبل كان نحبوا باش نكونوا اكثر، لازم نكونوا اقوى من الشيء اللي رانا فيه، لان النوع من هذه المنافسه يتطلب يعني عمل اكثر ويتطلب يعني تركيز اكثر ويتطلب حتى مستوى لعب اكثر. ان شاء الله حنا دوكا نقيموا الدوره في المستقبل ونشوفوا. والله التشكيله كان خصها شويه حظ لان في النوع من هذه المنافسات لازم شويه حظ. نظن الحظ هو اللي خلنا شويه. واه ان ديسيبسيون سورتو ابري لو ماتش ديير، مي كوم جو ديزي اون لا با ايتي غاتي بار التيراج. اون اي سورتي دان ان غروب ديفيسيل اي اون بلوس دو سا ان كار دو فينال تو تومب كونتر ان فافوري كوم لا كوت ديفوار. Je pense que le gagnant de ce match va gagner la Coupe d'Afrique, mais dans l'ensemble, ils ont été plus réalistes. On a montré un bon visage, on a contrôlé le match, on a dominé surtout en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a eu une bonne situation, qu'on aurait pu casser le match. On a pris deux buts qu'on aurait pu éviter aussi. Mais voilà, c'est le football. C'est le football, mais en tout cas, il n'y a pas à rougir. Oui, une déception parce que forcément, on voulait gagner ce match. Ensuite, ben, c'est les aléas du foot, il faut savoir l'accepter. Voilà, à mon avis, on ressortira beaucoup plus fort et beaucoup plus grand de cette défaite. Il faut ressortir les choses positives pour justement avancer et grandir encore. اذا مثل ما تابعنا اللاعبين ممكن كانت حصرة عندهم، مثل ما قال المدرب ايضا مساعد نغيز قال انه نقص الحظ، كان الحظ ينقص المنتخب في المباراة امام كوت ديفوار. الحظ بالك الحظ مع السوداني كان يجي يسجل يضحك السوداني بالك كون سجلنا الهدف كانت تكون مقابله واحد اخرى، لكن لا يمكن الاعتماد على الحظ وحده. نعم بالفعل كانت انا كما نقول نقولها ونعاودها، كانت خاصه الفريق الوطني اللاعبين اللي عندهم اللمسه الاخيره لو داني جيست، ولا اللاعبين اللي عندهم كما نقولوا لي جوار تالونتيو. وممكن شاهدناه غايب يعني في لاعبين مثل السوداني كانوا ممكن مثل الابراهيمي في غولي كانوا غايبين، ممكن ما قدموش الاداء ممكن اللي كان منتظر منهم واللي ممكن اللي كنا نشاهدوه مع انديتهم السابقه بورتو والفالنسيا. كما يقولوا على ابراهيمي صراحه هو المدرب الانسيست كما نقولوا احنا الانسيست على ابراهيمي يلعبوا تما، هذا هو الاختيار تاعو، هو مدرب نظن باللي، ولكن ابراهيمي هو احسن وافضل في الجناح وين يمد، وكما نقولوا حنا ان كونتر ان واعر، صادير كي يجي الخصم يعرف كيفاش يليميني الدنيير باس، سيتي جوا لي جو فوا، مي كيكون دو بيت الى بوكو ديفيكولتي. اكيد هو اللي شي شفنا مع وسمو وزاد داروا له ماركاج، لهذا حصل بزاف. انا نظن احنا تولي شويه الذكاء تاع اللاعب، ذاك شويه يكون عنده شويه خبره لان راه شاب، وكان كي شاف روحه باللي عنده الماركاج كان شويه كسونتري روحه شويه على غوش،
هذاك اللي كان عنده رول باش يتبعو كان بالك ما ينجمش يتبعو باسكو يخلي الوسط تكون عنده يعني مهمات اخرى. بالفعل يعني ظن باللي تما كان ينجم يكون قال المدرب ولا هو ولا كان ينجم يروح في الرواق. والحديث ايضا عن المدرب غوركيف ايضا غوركيف وخليل يعني تكلم وقال انه راضي على لاعبين مثل فيغولي وابراهيم وقال انه يعتبر في الندوه الصحفيه اكيد قال انه يعتبرهم من اللاعبين يعني المستقبل الخضر. يعني راح اكثر من ذلك قال لك لو كان عندي 11 من ابراهيم كنت اشرك نشركهم في 11. يعني الشيخ هاد التصريحات ما تشوفش بلي قولك براهيمي ما نقدرش نغير لاعب مثل فاغولي ولو كان عندي 11 براهيمي كنت نشارك 11 براهيمي. ما يحطش هاد اللاعبين انهم ضمنوا المكانه تاعهم في المنتخب حتى انهم يمكن يعني يلعبوا حتى بدون ضغط يعني ما يخرجوش كل امكانتهم في المباريات لانه المكانه مضمونه. في المقابل غلق الباب على لاعبين اخرين. لا ما نضرش واحد الصراحه ما ينجمش يستغنى على لاعب كيما براهيمي. تعرف رانا في الميدان لاعب يصنع الفارق رانا في الميدان ولكن لازم يكون فعال ونيتيليزيه كما نقولوا حنا بونيسيون لازم نعرفوا كيفاش لان كما يجيب والو اللاعب هذا هو عنده مهارات وكما نشوفوه في بورتو انسان اللي يلعب باغوش يدير يلعب كما يحب كما نقولوا ممكن لو كان اعطيه حريه اكبر ممكن كان يصنع الفارق. هذاك المكان اللي اعطاه له شويه احسن استغلاله ربما هذا هو الشيء اللي تكلمنا عليه احسن استغلال يعني باش نكونوا جوست احسن استغلال لو احسن استغلال براهيم لو احسن استغلاله كان يعطي الاضافه للفريق هذه نقولوها اليوم ونقولوها غدوه. هذا كل واحد يتحمل مسؤوليته. نظن باللي فغولي مش فغولي اللي نعرفوه فغولي دفاعيا لازم واحد يعترف كي يقوم بادوار كبيره جدا ولكن هجوميا الانسان اللي ما كانش ما عندوش لا بيركسيون هذيك ما وبالحديث بالحديث نجولنا للحديث عن الادوار الهجوميه الاظهره ما دورها يعني شاهدنا كل اظهره المنتخبات تشارك يعني الظهير الايمن والايسر لكن في المنتخب الوطني اصبحنا لا نشاهد غلام نابولي ولا نشاهد ماندي تاع ريمس يعني لاعبين عندهم ادوار دفاعيه وفقط يعني ما شاهدناش حتى ولو توزيعه واحده في المباراه امام كوت ديفوار. لا هما كان ما يخفى لك جهه عبد السلام باللي كان عندهم زوج فغولي ومحرز ما كانش يديروا لهم كيما نقولوا حنا تريك باسكو هذه راهي خدمه اللي تجي من اللول تكتيكمون لازم عندي دوبلومون ولا ما كانش عندهم لا بوسيبيليتي باش يروحوا لقدام ممكن تكون ايضا ممكن تعليمات المدرب ما خلاهمش يصعدوا اكثر للامام تخوفا من ممكن سيرج اوريا ذاك لاعب سريع جيرفينيو ايضا لاعبين يعني سريعين على الاروقه ممكن تخوف من ما ظنيش اخ عبد السلام ما ظنيش لان نهار تحب تلعب مقابله ما حش تقول ماش نولوا الكره تاع زمان وين اربعه مدافعين هو اللي يدافعوا والاخرين لا اصبحت الكره يعني كره شامله يعني حتى لو نعود للمباراه الاولى ضد جنوب افريقيا يعني كانوا متقيدين ما يطلعوش في الاروقه لكن عندما عطالهم الحريه اللاعبين طلعوا صنعوا الفارق ماندي لا ما نظرش باللي هو اللي لا ما نظرش يونس لان ما ينجمش فغلام هو اللي سجل الهدف الثاني ولا الثالث مع الهدف الثاني هو اللي كان يقولوا تما روح مع الاول ما يروحش ومن بعد يروح لا ما كاينش يونس هذه في الكره ولات عنده هي هذه سي 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 ان ديسبوزيتيف سي ان ترافاي تاكتيك اللي ندار في الفريق ولا ما كانش في التدريبات ولا ما كانش عنده لا بوسيبيليتي باش يروح كنا نشوفوا غادي نعاود نفكركم موندي يمد الغلام يمد الفغولي يرجع لان علاش وما تنساش قالت عبد السلام كيف واسمه في موندي ولا غلام يجي طالع عندهم هما قالت لا ماشي لي جوار اللي كانوا معاهم لي جوار لي زاتاكون تاع ليكيب تاع كوت ديفوار يتبعهم نو كوت ديفوار ولا ليكيب وحده اخرى يتبعهم علاه لانهم عندهم تعليمات باللي عندهم لاعبين للهجوميين يعرفوا يزيدوا يعطوا اضافه وهو كذلك ايضا نتكلم عن بعد الدفاع يعني بعد الحديث عن الدفاع المدرب قال انه راضي عن البطوله الافريقيه انه راضي على مشوار المنتخب بعدما كانت الترشيحات تصف في صالح المنتخب انه سيذهب الى النهائي المدرب قال انا راضي على مشوار المنتخب رغم الاقصاء من الدور ربع النهائي هل انت راضي ايضا؟ واش يقول عبد السلام؟ واش راح يقول؟ الظل باللي هو صراحه هو
الهدف تاعو ما حقوش، والهدف هو النصف النهائي ولا النهائي ما حقوش. نظن باللي اللاعبين داروا مجهود صراحه، هما مشكورين لان داروا مجهود ضد ولكن الفارق ندار في 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 دي جوال اللي عندهم خير منك انديفيديوالمون، خير منك. نظن باللي غولكوف هذا كي قال باش معنويات تاعهم من صادي بو نو با صادي ما يهبش من معنويات لاعبيه ممكن. ايوه قال لانهم لاعبين شباب اللي عندهم مستقبل، نخلوهم هكذا باش ان شاء الله في المستقبل راح يكونوا مقابلات وراح يديروا احسن. نقطه الدفاع، نقطه ضعف المنتخب الوطني، الخط الدفاعي خاصة مع غياب الكالم المصاب، حليش اللي يعني ما حضرش جيدا لهذه الدورة كان مصاب، أيضا نعرفوا أنه المستوى مع فريقه في قطر يعني ما هوش مستوى عالي، مش أنه الخط الدفاعي هو نقطة ضعف المنتخب الوطني، ضف إلى ذلك يعني مباراة كوت ديفوار كانت آخر مباراة لبوغرة. مش الخط الدفاعي، محور الدفاع يونس، محور الدفاع لعبي الوسط الدفاع بوغرا ومجاني ما كانش خاصه مجاني، وين شفنا بون كي كان مجاني حليش شي المقابله الاولى صراحه كانوا كيما نقولوا حنا اكوتي، ومن بعد الدخول تاع بوغرا صراحه مد شويه عطى توازن للدفاع ولكن مجاني عنده الى ان بروبليم، ما صراحه دفاعيا ماهوش لاعب اللي ينجم شفنا مع بوني يعني ولا شفنا مع فريقه، لكن مجاني مع فريقه ما يلعبش في محور الدفاع، يلعب كمسترجع الكرات وسط ميدان استرجاع. لا شفنا باللي عنده الى بوكو دو بروبليم سو البلون ديفونسيف، كيكون مراقبة واحد عنده مشكل. يعني عندنا ايضا عندنا ايضا مجيد بوغرا اللي كان صرح لنا بعد المباراة، يعني انا كنت تما وتلاقيت به، كنا اكدنا يعني بقينا نشوفوا لانه ما رانا نشوفوا بلي ما كاش بدائل في خط الدفاع. شفنا مع بوغرا هل انه قرار لا رجعة فيه؟ نتبعوا واش يقولنا بوغرا ونعاودوا نقولوا. Non, faut penser à demain parce que football c'est ça. Ça serait le dernier match de Majid ou alors on a vu qu'on a l'équipe a besoin de. Non, c'était mon dernier match officiel, donc normalement je vais aller au Qatar, comme c'est pas loin de Dubaï, j'irai les voir, on va faire un repas ensemble en même temps, faire mon dernier match et puis après je serai toujours là pour les supporter bien sûr. Mais officiellement ouais c'était mon dernier match. Ouais, la décision est prise, ouais. Faut savoir tourner la page. اذا هل ترى ممكن شيخ يعني في اعتزال بوغرا ممكن راح تكون امام غوركيف يعني مهمه ايجاد لاعبين بدلاء يعني في قيمه يعني يستحقوا ان يحملوا في مستوى المنتخب؟ هذه هي سنه الحياه. نظن بلي بوغرا دار مشوار وهو مشكور لان الصراحه ونحييه بان دار اكيد يحمل قميص المنتخب منذ سنه 2004 يعني عاش فترات، خاصه في هذه الدوره هذه وين صراحه شفناه ودار مقابلات في المستوى، لان كانت خايفه شويه من بوغرا لان ما كانش عنده شويه المنافسه خاصه في فريق الوطني. نظن باللي تخلى وعاون الفريق وعطى الاضافه يعني خبرته كانت حاضره في الفريق واش عطى الفريق الوطني. ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله يكون في الطاقم ان شاء الله في الطاقم الفني. ممكن تراه ممكن يعين ممكن يتم الاستنجاد في الطاقم الفني؟ لا ما نظنش باللي راح يكون في الطاقم الفني لان مازال يلعب في يعني واش صرح لنا انه ربما يضع حد حتى خبرته ممكن لا يضع حدا مسيرته الرياضيه ككل حتى مع النادي تاعه. نظن باللي مازال يعطي صلاح، مازال يعطي 32 سنه يعني مازال صغير 32 سنه مازال بالخبره تاعو بال خاصه انه يلعب في دوري اماراتي في اماراتي، ونظن باللي 32 سنه راهو صغير يونس، صغير ينجم حتى 36 خاصه وين في المحور الدفاع ينجم خبرته ينجم بالذكاء تاعو. نظن باللي نجو الان الى بعيدا عن كاس امم افريقيا هذه اللي راهي تلعب اليوم دورها نصف النهائي، يلعب الان يجمع كوت ديفوار ايضا بمنتخب الكونغو الديمقراطيه. نتكلم ممكن على بطوله امم افريقيا المقبله اللي ممكن راح تكون الجزائر مرشح ابرز لاحتضانها، هل تعتقد انه المنتخب مرشح ممكن للتتويج اذا ما سعفنا الحظ وكنا يعني نحن نستضيف الدوره؟
خاصه انه لاعبين مكونين يعني منذ سنوات. شوف اخ عبد السلام هاد الدورات هادو يعطيو خبره للاعبين، تعود تعرف تسير، تعرف المنافس هذا نقولوا غدوه تلعب مع السنغال ولا كوت ديفوار ولا تلعب مع الكاميرون، تعرف باللي لازم تكون عندك ديجا حسابات سابقه، حسابات وتكون تعرف باللي اللاعبين هادو بدنيين قويين، لازم تحضر روحك. هذه كيف اشرح اللاعب غدوه وابراهيمي ما راحش غدوه تكون كاس افريقيا في افريقيا راح يتعامل احسن من هذه. نظن باللي هذه هي الخبره وهذه الخبرات تكبرك وتعطيك تعطيك الانسان حتى يستفيد يعني من الانتكاسات. ايوه تعطيك لا ماتوريتي كل مدرب كل لاعب كل الصحافي كل نقولوا حنايا الديريجون الناس اللي احنا ايضا مع المنتخب الكوت ديفوار اللي يعني حافظ على استقراره لمده يعني لعده سنوات ربما منذ 2006 2008 يعني خسر النهائي امام مصر، خسر في 2012 امام زامبيا منتخب الكوت ديفوار. نعم بالفعل المنتخب تاع كوت ديفوار راهو يجدد في الفريق تاعو، راهو راح دروك تدريجيا نشوف تدريجيا وكل مره يجيبوا في لاعبين واللاعبين اللي راهم يديروا ليهم اليوم في الفرق تاعهم يديروا الفرق في اي وقت. نظن باللي الغانا كيف راهم لاعبين جدد، السنغال دونك هذه سوء الحال. وكذلك في الاخير ممكن تقدر تعطينا ممكن من ترشح المنتخب في الاخير، من هو المنتخب اللي ترشحوا به يتوج باللقب؟ كوت ديفوار. كلمه اخيره ممكن للمشاهدين قناه الوطن اللي راهم يتابعوا فيه. نشكركم على الاستضافه هذه وصراحه كانت صدر حوار شيق، يعني كنا نامل انه تكون اطول من هذا الشيء. ان شاء الله يكونوا ويانا ان شاء الله تكون معنا في موعد. نشكركم ونشكر الجمهور الرياضي ونشكر القناه تاع الوطن. المهم احنا ايضا نشكرك ايضا على حضورك معنا ولا تلبيتك الدعوه. يونس كلمه اخيره ممكن ايضا تضيفها. يعني انا كان شرف لنا يعني يكون مع حضر معنا الشيخ زميتي، يعني نستفادوا من الخبره تاعو يعني، ومازال ان شاء الله تحضر معنا الشيخ ان شاء الله. وهو كذلك اذا مشاهدينا في الاخير يبقى علي ان اقول لكم تابعونا في مواعيد مقبله ان شاء الله، نتمنى لكم متابعه طيبه لبقيه برامجنا. سلام.